غنعاود لكم بلا ديتاي المشاكل اللي وقعوا لي هنايا في هاد لي صالون هادو. الصراحه اللي ما كنتمناش شي حد يطيح فيهم. فاش كناخذوا داف جديده اولا كنرحلوا لداف جديده كنوضو كنفرشوا، ولكن من بعد كنندموا كنعرفوا بان داكشي الفراش اللي خدينا ما عجبناش، يعني من بعد حنا ما كنكونوش مرتاحين. انا واخا سكنت وفرشت وكل شيء دائما ما كانش عاجبني هذا الاسباس هذا اللي عندي، والمشكله هي لا ريسبسيون، يعني فاش كيجي عندك شي ضيف اولا شي حاجه هذه هي كما كنقولوا حنا الوجه ديال الدار كامله. دونك الا ما كنتيش مقتنعه به وما كنتيش عاجبك وعندك فيه مشاكل فبصراحه كتبقاي دائما ديرونجيه. علمت انه اي حاجه بغيت نبدلها في الدار ضروري ما نتشاور يا اما مع ديكوراتريس، علاش؟ كيكونوا هما عندهم واحد الخبره قاريين على هذا الشيء. تقدي انت عندك واحد لاسباس مظلم وانت باغا تفتحيه وكتصدقي كتمشي كديري طلامط حتى هما لي كولور فرونسي فكتزيدي تظلمي هذيك البلاصه اللي عندك ديجا مظلمه. عاوتاني الكونترير، الا كانت عندك بلاصه ضاويه بزاف وما كتعجبكش ما يمكنش انك تفرجي بالوان اللي هما فاتحين بزاف. فانا واخا كنت فرجت ما كانتش عجباني داري بهذا المعنى، ما كنتش مرتاحه، دائما عندي فكره انني غنبدل لي صالون. فمشيت لتجأت النوال واللي هي خبيره في الديكور ما شاء الله عليها، درت بلاصتها كبيره كبيره درجات تبارك الله، دابا كتشد امارات دي زوتيل كتشدهم خاويين وهي كديكوريهم بالطريقه اللي هي عارفه. اتصلت بنوال وقلت لها نوال بغيتك ضروري. نوال ماشي اول مره غادي نتعرف عليها، راه هي اللي فرشت لي البيوت ديال النعاس وبيتي وحتى لو صالون لي اونفاس اللي غنوريه لكم دابا اللي هو كنحمق عليه في الدار كامله، يعني لو صالون اللي كنسطى عليه هو الصالون البلدي. فالتجأت ليها رجعت عندها قلت لها الو نوال فريمون خاصك تجي عندي للدار حيت راه عندي مشكل كبير. جات عندي فهمتها انني هذا لاسباس هذا ما كنستافدش منه، واخا فيه واحد لو صالون ما كنجلسش فيه نهائيا، ولادي ما كيجلسوش فيه. جاني حدا الباب، جاني حدا الباب طلع بيسين ما مرتاحاش نهائيا. واحد الوقيته ولاو بناتي كيجلسوا فواحد البلاصه هنا باش كيلبسوا السبرديلات ديالهم كيكرفصوا ليا الزرابي، عندي مشاكل كثيره كنعاودهم ليها. هكا هي هذه هي خدمتها، كتمشي عند الكليان ديالها وكتسمع الاقتراحات اللي غيعطيها، تفهم شنو هو باغي، كيفاش ذوقو، شنو لي كولور اللي كيرتاح ليهم، شنو الحوايج اللي غادي يعجبوه، وكتبقى تجمع وابخي هي كتطبق بالطريقه ديالها عاوتاني وبالحاجه اللي هي لصالحنا. انا فاش جاني هذا الصالون هذا صدمني، يمكن دابا هو من اجمل لي صالون اللي عندي في الدار واللي كنجلس فيه بزاف. عجبني، عجبوني لي كولور ديالو، عجبني لي سباس عطاتو بان كبير كثر، حيت هذاك الفوتوي اللي كانوا قبل تاهما زوينين، تاهما كاليتي زوينه، مي ما كانوش مخليين ليا لي سباس كبير هنايا. المهم هذوك داهم خويا حموده كانوا عجبوه وداهم، ولكن الصراحه تغيير زوين. انا ارتحيت دابا في الدار كندخل انا فرحانه بهاد الصالون هذا. كما قلت لكم جات عندي شافت البلاصه، فهمت شنو انا باغا، شنو هما المشاكل اللي عندي، شنو هي الحاجه اللي ما بقيتش مستحملها. واحد الوقيته البنات ولا عرفتي شنو كندخلوا هنضادري هنا، ها تليفوني لهي، ها الشارجور، ها السويرت، ها هادشي. هذاك الصالون بعدا صافي ولات فيها بوينه بوينه، ولينا غير كندخلوا كنلوح. فهي فهمات انه خاصني واحد لاسباس اللي يبقاو يلبسوا فيه بناتي سبرديلاتهم ونبقى نحط فيه السويرتات، نضادر، الساك، اي حاجه عندي بها علاقه غادي نبقى نخرج وغنحتاجها عاوتاني. دارت لي واحد لو كوان اللي هو زوين بزاف. المهم غنبارطاجي معكم كل شيء، غنبارطاجي معكم لو صالون، شنو النوع ديال الثوب اللي كانت اختارت. بحال هذا الثوب هذا نورمالمون دابا راه طوندونس، هو اخر ما كاين ثواب، غير هو دخلت ليا به غير مخدات وواحد البوفه هنايا اللي غيجلسوا فيها بناتي. صراحه تبارك الله عليها، وهذه ماشي اول مره غادي تفاجئني. كما قلت لكم دابا تبارك الله بيوت النعاس ديالي من عندها كيحمقوا، الصالون هذا كيحمق، فزادت لمسه اخرى كما شفتوا. ما هبطش ليا على لي كولور اللي عندي في الدار، بحال هنا الصالون البلدي انا عندي في البوغدو وعندي في البلون كاسي وعندي مخدوم بالصم الحر. فجات دابا دارت ليا هاد
روج بريك، يعني جا سورتي مع الصالون البلدي ولهيها خلاص هذاك هذيك لا كولور توب كتجي مع اي حاجه. انا غنبارطاجي لكم كلشي بلا ديتاي. Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter, it's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. هانتوما البنات كيما شفتوا هذا باب ديال الدار. اون فوا كتحلي باب الدار كتلقاي هذا الصالون هذا. المهم اسمحوا لي غنسد الباب حيت كاين اليوم واحد لجاج. كما شفتوا نورمالمون كنت ضايعه بزاف في هذا الصالون هذا. الا عقلتوا على لي فيديو القدام كان عندي صالون وما كنتش كنستغلو. فاش دارت لي هذا ال هذا صراحه فرحتني وعجبني بزاف الموديل ديالو لي كولور ديالو. جا الصراحه النتيجه توب توب توب. هنايا كما قلت لكم هذه هي البوفا لي صوبات ليا فريمون كبيره. حطات لي عليها هذا كما شفتوها هيدوره كتحمق في لو نوار كاليتي طالعه. الحاجه اللي عجبتني في نوال هي ما شاء الله عليها ما كتحتاجش تبقى تمشي تقلب على الديكورات. راه هي عندها كل شيء من حد الديكورات اللي كتحط لك في لاطابل اللي علقات ليا اي حاجه. حتى بالنسبه لهذا الحيط هذا راه هي اللي صوبته ليا، هي اللي دارت ليا العود، هي اللي دارت ليا الزاج، هي اللي صوبات ليا كل شيء. حيت كما قلت لكم هنا عندي لاسباس ديال لابيسين كما كتشوفوا كيبقى يبان لك لابيسين وانت في الجليسه. هنا كما قلت لكم الجليسه جاتني انفاس مع الصالون البلدي، والصالون البلدي خلاص لي كولور اللي فيه كما كتشوفوا اللي هما البيج والكرونه، يعني كما كتشوفوا فيه البلون كاسي وفيه الكرونه في المخدات. ففاش خدمت لي الصالون لي اونفاس ليه بروج بريك جا فريمون طوب وجا واعر، جاو فريمون جاو لي كولور متقاربين مع بعضياتهم وجات في الشوفه زوينه. وهادشي اللي كنت كنقلب عليه من الاول. المهم هنايا الصالون البلدي خلاص، الناس اللي متبعيني راني عارفيني كنحمق على شي حاجه بلديه. كما شفتوا هذا الصالون البلدي فوالا، هذا خلاص راكم عارفين كيجلسوا فيه الاغلبيه حنا المغاربه الضياف اولا المناسبات اولا الاعياد. المهم كما شفتوا فوالا، المهم كنرجع باللور خايفه غير نطيح. هنا جات اون فاس لهاد ليسباس هذا اللي عندي ديال الدروج، وجات تحت الدروج. هو المشكل اللي قلت لكم كان عندي، ما كانش عندي فين نحط السوابات، ما كانش عندي فين نحط التليفون، ما كانش عندي فين نحط النظاظر انا وراجلي، الكونتاكت ديال الطوموبيل، اي حاجه. فدارت لي هاد البليسه هادي، قالت لي اسماء هنا غتستغليها وغادي يعني كانت غير خاويه. وهي شو تبارك الله الفكره اللي عطاتني فنه. دارت لي هاد الطبيله ديال العود، دارت لي هاد البوفات هادو، شوفوا كيفاش دايمين كيحمقوا حتى هما التوب ديالهم راه طوندونس كما شفتوا. جاو الصراحه فنين وهرسوا ليا لي كولور اللي عندي هنايا. ها نتوما البنات الصالون ما شاء الله جا كيحمق، جا فن. وحتى بالنسبه للعود حيت انا فاش جات عندي لقات ديجا عندي هاد لي طابل هادو، فخدمات لي عليهم وعلى لا كولور ديالهم هاد العيبه هادي اللي هي قالت لي ممكن انك تكوني كتشربي قهيوه اولا تكوني اختي حاطه لك شي كاس ديال العصير وبغيتي تجلسي ترتاحي. انتو كتقولوا لي اسماء ديري معنا جوله في الدار ديالك. المهم ها نتوما شفتوا هذه الدار الوسطانيه اللي فيها لي صالون. ها نتوما شفتوا انا بعدت اللور باش تشوفوا كيفاش
الدار كيفاش دايره وكيفاش لي صالون عاطين الوجوه لبعضياتهم. مع هذا الصالون هذا كيشوف في الصاله البلديه، وهذا الصالون اللي واقفه فيه حتى هو كيشوف فيهم بجوج. هذا راه ديالها، ديال نوال نيت، راه هي اللي كانت صوبته ليا تقريبا هادي عامين. شوفوا ليا لا كاليتي ديالو، توب غزال، لا كولور ما كيبانش فيها الوسخ، ما شاء الله عليها الصراحه دواقه. شوفوا ليا لي كوسان اللي كانت اختارت ليا، وهاد الصالون اللي كيجي ليه، اللي كيجي عندي كيقول لي هاد الصالون عندك روعه وفن غزال. اما بالنسبه كان جات عندي، لقات عندي فيديوهات غير معلقين دوك السنينات عاديين، قالت لي ويلي اسما باقي شي حد كيدير هادو، فبدلاتهم ليا ودارت لي هاد الفيديوهات هادو اللي الصراحه فنين. وكان عندي بروبليم انني دايره فيديو كامل، هي قسمته ليا من النص، باش قالت لي غتبقاي تقدي تحلي هكا وهكا. انا نوريكم كيفاش. ها نتوما البنات شفتوا كيفاش كيتفتح، شو كيفاش كيتفتح، يعني الا كنتي بغيتي هاد المنظر هذا، حيت انا الصراحه بنهار فاش كنحلهم منظر زوين، عندي الجريده الشميشه كتدخل زوين. دابا العشيه هادي داكشي علاش ساده هادشي، مي الصراحه براتيك الطريقه اللي هادي اللي دارت ليا براتيك وعجبتني، عجبتني. وحتى في الديكور جات فنه، وهي اللي دارتها ليا نيت في الدار كامله، ما دارتها ليا حتى في هذا لو صالون هذا كامل، دارتها ليا هنا، دارتها ليا في هذا الشرجم هذا حتى هو اللي كيطلع على الجرده. الصراحه كنبغي نشكرك انا وال، نقول لك تبارك الله عليك، دائما كدير ليا داكشي اللي بغيت وكثر. شوفوا ليا الكنابي ما شاء الله، ما غنشكروش حيت هو شاكر راسو. شوفوا الفينيسيون ديالو كيفاش داير، توب كيفاش داير، الطريقه كيفاش مخدوم. صراحه حاليا انا عاد غادي نقول انني فرحانه بالصالونات ديالي، حاليا عاد وصلت لداكشي اللي انا باغا. ولكن قولوا لي نتوما نتوما رايكم كيفاش جاكم هادشي، كيفاش جاكم هاد الدخله ديال الدار، تبدلات سبحان الله. راس بعد المرات كنقنطو كيطلع لينا في راسنا شي حاجه كنبغيو نبدلو، فالحمد لله فاش كتبدلي وكتشوفي انه داكشي النتيجه عجباتك. المهم نيمورو التليفون ديال نوال غنحطها لكم في صندوق الوصف، وغنديرها لكم في التعليق. فكما شفتوا البنات كما قلت لكم غنخلي لكم جميع المعلومات ديال نوال في صندوق الوصف، نيمورو التليفون ديالها، الباج انستغرام ديالها، اي حاجه خصاتكم. صراحه قولوا لي بعدا لابسه لكم قنادره، انا راكم عارفين من عشاق ديال القنادرات والقفيطنات في الدار. قولوا لي كي جاكم الصالون وكي جاكم هاد لا ريسبسيون اللي عندي في الدار، كيفاش جاتكم اللوينات الديكورات، ودخلوا عند نوال قولوا ليها تبارك الله عليك، حيت الصراحه تبارك الله عليها. انا ديجا يعني ماشي اول مره غادي نعرف الذوق ديالها، انا عارفه، ما كنصحكم ما ديروش الخطا اللي درت تخسري فلوسك جوج ديال المرات وانت ما مقتنعاش بالحاجه. غنخليكم هنا مع فلوق جديد ان شاء الله، تهلاو في ريوسكم، باي باي عليكم.